السياد داوه البوليس، وقعت الحادثة داوه البوليس. كيفاش وقعت الحادثة؟ أنا داكشي اللي قالوا لي البوليس، وقعت الحادثة قال لي زلق به الموتور ودخل في شي بوطو. اتصلت واحد لابيلان جاية بالا زهر، تلاقات معاه، غوتات على البوليس. جاو البوليس قيدوا الكوستا، قيدوا الكوستا داوه لينزكان. مني داوه لينزكان اتصلوا بي أنا، مشيت عندهم لقيتهم خيطوا لي واحد الجرح كان ليه في الراس ديالو. قالوا لي عندك السكانر، غادي يمشي الحسن الثاني. ديتو الحسن الثاني، هما غوتوا على لابيلانس، صيفطوني الحسن الثاني انا وامو. مشينا الحسن الثاني، درت ليه السكانر الاول، درت ليه الثاني، درت ليه الثالث، بقى لينا الرابع. مني شافوا الدري كيغوت بالحريق في الكرش، قال لي المشكل كاين في الكرش، سير عاود دير ليه السكانر. ديتو عاوتاني درت ليه السكانر ديال الكرش، قال لي واخا. واحد ربع ساعة دخلوه، داروا لي واحد ليبرا، خليته تما. الدري كيغوت بالكرش ديالو، قال لي واحد شوية ديه لسميتو. فين وقعت لي الحادثة؟ هو مضروب هنا في الراس، والدقة واكلها في الكرش، الكرش فين واكل الدقة هي هذيك. مني داروا لي واحد ليبرا، قال لي ديه حتى الغدا وجيبوا لي. قلت له ممكن نخليه يبات هنا بعدا حتى الغدا؟ قال لي لا ما غاديش يبات هنا، ما كاينش اللي وقف معاه. قلت له انا راه باه غادي نبات معاه. داروا لي سكانير ولا ما داروش؟ داروا لي سكانير. المهم البلاك انا درتهم، ما عرفت السكانير واش داروه ولا ما داروش، البلاك كاينين عندي. مني شافهم شاف داكشي اللي قال لي الطبيب راه درتو. قال لي سيدي دير لي سكانير. داكشي اللي درت كنجيب ليه البلاك يشوفهم. بقات لي هذيك ديال الكرش وحل فيها، ما بقى. قال لي اديه للدار حتى الغدا وجيبوا ليها. قلت لي غادي يبات الدري هنا، انا غادي نبات معاه حتى الغدا. قال لي ما كانش اللي يقابلو. علاش سيفطوا للدار يعني مع الجيش؟ ايوا هذيك علاش اللي بغيت انا نعرف. هذيك علاش اللي بغيت انا نعرف. مني جبتو انا للدار ما كانش، غوت على الدري. ها هو اللي جابوا ليا بالطوموبيل ديالو، ها هو جابوا ليا بالطوموبيل ديالو انا وهو امه، جابهم ليا حتى للدار. حطيتو 3:30 ديال الصباح فاش جبتو. بقى الدري كيغوت بكرشو فاق مع 4:30، شرب شويه د الماء، قال لمو اعطيني شويه د الماء، شرب الماء وهو يطيح. هزات امو داتو فين ينعس، من تما بقى. اتفقت انا في الصباح مشيت ما شفتوش. مني فاقت امو كتقلبو لقاتو لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دوش حتى النهار، من 3 د الصباح، 3:30 ديال الصباح ل 5 توفى الدر. شنو الاسباب يعني درتو ليه التشريح؟ لا التشريح يلاه كاين فيه دابا. هذيك الساعة مني شفتو انا مات، ما درت والو. اتصلت بداك داك اسميتو، لا داك الضابط اللي دار ليه الكوستا، اللي عمر ليه المحضر. مشيت جبت ليه اسميتو، جبت الشرطة العلمية، وجا معايا هذاك الضابط تشافوه، وهم يغوتوا على لابيلونس. وداتو دابا داتو الوكيل الملك، الوكيل العام. هي هذيك عمر لي واحد الورقة، قال لي اديه لدار التشريح. الدري واكل العصا في الكرش، خاصو اسميتو عنده إهمال طبي، خاصو الدري يتعالج، خاصو مستعجل، خاصو يدخل 48 ساعة. اي عندهم حق يشدو 48 ساعة ما يخرجوش سير بلاص، راه مستعجل. دري واكل العصا في الكرش ديالو كيغوت. هذا نطق هو فمو، قال لي هنا، قال لي كرشي كرشي اللي داراني كرشي. ما قالش لي راسي مجروح، ولكن ما هدرش على راسو، هدر على كرشو. ودايرين لي السيروم، دايرين لي السيروم وما دايش. وهذاك الطبيب هو اللي حيدوا ليه من اسميتو، هو اللي حيدوا ليه من ليدو، وقال لي اديه معاه. قلت لي واش نخلي لكم هذا السيروم؟ هذا السيروم داروه ليه في نزكان، داه معاه حتى الحسن الثاني، وما صم فيه والو. كما داروا ليه كما بقى كيرد الدم، هو الدري فيه النزيف وكيرجع منه الدم، كيخرج الدم. فاش يصم هذا سميتو هذا السيروم كيرجع الدم. المسؤولين خاصهم متابعة. طبعا بحقوق الدري بولدي، هو اللي عطاني الله، هو اللي
هو علاش كنضرب تماره بالليل وبالنهار، هذاك هو اللي عندي. الناس نشرف فاطمه فتيح الحسن الثاني يموت زيك صباح يدغم يموت لك سيده يسكرت لي يفتح العشره يفتح الخدمه صافا فحتينهاش كاين دوا تجرنا وين غيط الوراق الموتور ناني يسير سين زكان فتح حسين زكان افحتيني السوديات الطوئيط بعد زوار لا بيلانس لا حوله ولا قوه الا بالله افروخ ارضي الطار ورتزير نور دير نحسمو انك راه حماس لا بيلانس ما يطمزنا الدري الدري في دامنك شمس الحسن الثاني انا نعس عندي الرميد قال لي لا خلص 20000 رونا ولي مريضنين قال لي لا وريت خلصت خصي زوار تخلصت إلى أري كمينا يوفوري غاد الشغلينو غاد نكوري كي الشغلينو أفروخي الشاط وسميض أري تفي دمنا سيتيني الدكتور الدكتور الكرش ديالي أحليقين وأحليقين وأحليقين وراسي في الوقت إنا يديه الدار ديالك هاتي ما عنده والو بور راديو حتى أنت بور راديو إنا ما عنده والو كيزب أري أردي دي تزيل اللي حاسني حاسني فروخ هاتي مريض إنا يهوي فروخ ورتي والو فلايت بربور يعني يا ضنينا عساسي ناتي اللي حاسي معناي غايليني تريت في دم علاش ريت في دم من حماس نغي اريت زي اريت زي اللي غايليناك علاش ريت في دم من السبيطار المهم هذا السبيطار انا بالله وبالشرع لا ميدنا غنغي نرقيس ورقيني مسلم ورقي نكرا الحاجه وراك عتقن وراك عتقن وانا نكشم نرقيس سمو قلنا فروخ يموت وري اللي متي غايلي يموت غيكوتي ويحصل كنينيك ماشي زود السبيطار لا حول ولا قوه الا بالله رد طلب في الحقوق قيوي الطبيب اللي انا ناوي ويم استقمرت يا غوالو او يحتي دي متي حماس نستان زيك صباح يرا ما نيسو حس بيطار ناني غير ويت استقمين كيف حاسة ما نحت قمي وري نوت ببدا سور تفتا ما نحت قمي ورسن حنا يا كور دنيت نكل يا سيف انا من يا كور تضريح يا كور ماشي كي انا طبيب غير طلب حط طبيب اللي انا ناوي غير لك ادم صح الحقوق ايوي اللي فتاني في الشباب نسي واكل يقى الشباب يقى الشباب يا انا الدار الله 21 عام لا حول ولا قوه الا بالله.